أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. وكذلك أحب أن أرحب بكم جميعا وأقول لكم أهلا بكم في مطبخ وصفاتي. أما الآن أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير سنحتاج إلى 4 بيضات، من الأفضل أن يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، 130 غرام من الدقيق أو كأس وملعقة كبيرة، نصف كيس من نكهة ألباني أو ملعقة صغيرة. وكذلك سأحتاج إلى كأس غير ممتلئ بالسكر ما يعادل 120 غرام. الآن سنمر إلى مرحلة التحضير. نقوم بوضع البيض في عجانة كهربائية، وبعد ذلك أضيف نصف ملعقة من نكهة ألباني، وكذلك أضيف السكر، وبعد ذلك أبدأ بتطريب البيض. إذا قمتم بتطريب البيض في العجانة الكهربائية ستحتاجون إلى 10 دقائق، أما إذا قمتم بتطريب البيض في الطراب ستحتاجون إلى 15 دقيقة. أنا هنا سأحتاج إلى 10 دقائق فقط. نقوم بتطريب البيض جيدا حتى يصبح البيض على شكل كريمة. كما ذكرت لكم أنا هنا سأحتاج 10 دقائق. بعد ما قمت بتطريب البيض كما تلاحظون معي يجب أن يكون على هذا الشكل، هذا هو القوام الذي نحتاجه. الآن سنبدأ بإضافة الدقيق. بالنسبة للدقيق دائما نضيف الدقيق شيئا فشيء، نضيف كمية من الدقيق وبعد ذلك نبدأ بالتحريك. فالتحريك دائما نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. لكي نحصل على جنواز ناجحة يجب أن نقوم بهذه العملية، دائما نقوم بالتحريك بهذه الطريقة وأيضا نضيف الدقيق شيئا فشيء. الآن سأضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونستمر بالتحريك بنفس الطريقة. دائما نقوم بتحريك الخليط من الأسفل إلى الأعلى حتى نحافظ على قوام الخليط. بعد ما قمت بدمج العناصر جيدا مع بعضهما البعض هذا هو القوام الذي حصلت عليه. الآن سأقوم بوضع الخليط في القالب. أنا سأستخدم هذا القالب الزجاجي، أما بالنسبة لقياس المول فهو 3 سنتيم على 19 سنتيم. الآن سأقوم بوضع الخليط في القالب. نقوم بتسوية الخليط في القالب بهذه الطريقة حتى نحصل على كيك مساوي، وبعد ذلك نقوم بخلط الخليط حتى يتساوى معنا من جميع الأطراف. في هذه الأثناء أنا قمت بإشعال الفرن مسبقا، الآن سأقوم بإدخال الجنواز إلى الفرن. أما بالنسبة للوقت فهو سيأخذ معنا الوقت من 30 دقيقة إلى 40 دقيقة حتى ينضج معنا بشكل جيد، وبعد ذلك نلتقي. بعد ما قمت بإخراج الجنواز من الفرن هذا هو شكلها. الآن سأتركها على جانب حتى تنخفض درجة حرارتها، وبعد ذلك نمر إلى الطبقة الثانية. في هذه المرحلة سأحتاج إلى نصف لتر من الحليب، وأيضا سأحتاج إلى علبة فلان بنكهة الموز أو البودينج. كل علبة تخلط مع نصف لتر من الحليب. سأقوم بوضع كيس من الفلان ونقوم بتحريك الخليط جيدا، وبعد ذلك أضع الخليط على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان. عندما يصل إلى مرحلة الغليان نتركه دقيقتين على النار، وبعد ذلك بعد ما أصبح الخليط جاهز الآن سأقوم بسقي الجنواز بهذا الخليط. نقوم بسقي الكيك بهذه الطريقة. عندما نقوم بسقي الكيك يجب أن نقوم بسقيه بهذه الطريقة، لا يجب أن نقوم بصب الخليط دفعة واحدة حتى لا ينتزع معنا الكيك. نقوم بوضع الكمية بأكملها. بعد ما قمت بسقي الكيك جيدا كما لاحظتم معي الآن سأتركه على جانب حتى تنخفض درجة حرارته، وبعد ذلك سأقوم بإدخاله إلى الثلاجة لمدة ساعتين ونلتقي في المرحلة التالية. بالنسبة للطبقة الثانية سأحتاج إلى 500 غرام من الفراولة. أنا قمت بتقطيعها على هذا الشكل.
سأقوم بوضع الفراولة في هذا الإناء، وبعد ذلك سأضيف لها السكر. بالنسبة للسكر سأحتاج إلى 125 غرام من السكر الخشن. الآن سأقوم بوضع الخليط على النار مع الاستمرار في التحريك. بعد ما قمت بوضع الفراولة على النار سأتركها قليلا، وبعد ذلك سأضيف لها نصف كأس من الماء ما يعادل 75 ملي حتى تنضج معنا بشكل جيد، ونلتقي ثانية. بعد ما استوت معنا الفراولة أنا قمت بتركها حتى تبرد، وبعد ذلك قمت بطحنها وتصفيتها أيضا حتى حصلت على هذا الخليط، يجب أن يكون بهذا القوام. وأيضا سأحتاج إلى 3 ملاعق من النشا ما يعادل 50 غرام. سأقوم بوضع النشا على الخليط، وبعد ذلك أقوم بتحريك جيدا حتى تندمج معنا جميع العناصر. بعد ما قمت بتحريك الخليط جيدا الآن سأضيف له نصف كأس من الماء، لأننا نحتاج إلى نصف لتر من هذا الخليط، لهذا سنقوم بتعويض الكمية بالماء. سأضيف نصف كأس من الماء ما يعادل 75 ملي، وكذلك سأحتاج إلى ملعقة من الملون الغذائي. بالنسبة لهذا الملون فهو اختياري، أنا فقط سأضع الملون لكي أحصل على اللون الأحمر. الآن سأقوم بوضع الخليط على النار مع الاستمرار في التحريك حتى نحصل على القوام الذي نحتاجه، وبعد ذلك نلتقي. هذا هو الكيك بعد ما وضعناه في الثلاجة لمدة ساعتين. الآن سنضع له الطبقة الثانية. هذه هي الطبقة الثانية بعد ما أصبحت على هذا الشكل، لقد أصبحت كثيفة كما لاحظتم معي. نقوم بوضعها على النار مع الاستمرار في التحريك كما ذكرت لكم حتى نحصل على هذا القوام. الآن سنقوم بتسوية الطبقة الثانية بهذه الطريقة. يجب أن نقوم بتسريح الخليط على الكيك بأكمله مع تغطية جوانب الكيك. بعد ما قمت بوضع الطبقة الثانية الآن سأقوم بإدخال الكيك إلى الثلاجة لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك نمر إلى مرحلة التزيين. بعد ما قمت بإدخال الكيكة إلى الثلاجة لمدة 3 ساعات، هذه هي الكيكة، لقد أصبحت متماسكة كما تلاحظون معي. الآن سأقوم بتقطيعها، وبعد ذلك نمر إلى مرحلة التزيين. بعد ما قمت بتقطيع الكيكة الآن سأقوم بتزيينها. بالنسبة للتزيين سأحتاج إلى القليل من الشوكولا التي تكون على هذا الشكل، وكذلك سأحتاج إلى أوراق النعناع، وأيضا سأحتاج إلى قطع الفراولة. بعد ما قمت بتزيين التحلية فهذا هو شكلها. الآن سأقوم بنزع القطعة لنرى شكلها من الداخل، فهي جد رائعة، وحتى بالنسبة للطبقات شكلها رائع. هذه هي التحلية من الداخل، هذا هو شكلها، فهي متماسكة كما تلاحظون معي، وحتى بالنسبة لطبقة الفراولة فهي تعطي منظر جميل وطعم رائع. أتمنى أن تعجبكم وصفة اليوم وتقومون بتجربتها، وإذا أعجبتكم لا تنسوا أن تتركوا لي تعليق أسفل الفيديو، وكذلك أن تشتركوا في القناة إذا لم تكونوا مشتركين. أما الآن لم يبقى لي إلا أن أودعكم وأقول لكم، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد، ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.